إلى الأمام نسير في عوالم الحياة، لكل طريق مصير ونسري مع مجرى المياه. إلى الأمام نسير في عوالم الحياة، فلكل طريق مصير ونسري مع مجرى المياه. لا تخف تحرك ولا تيأس أبدا، ستلقى صحبك دائما وأبدا، فنحن بالقوة نتحد معا، سنرى أحلامنا تحقق غدا، سنرى أحلامنا غدا. اثر بالدور الخير ولا تبالي حصادا، واكمل بعدها السير، تلك هي الإرادة، وواجه الأشرار بفكرة من الأفكار، بصحبة الأبرار، تلك هي السعادة. يبدو أنها النهاية. انقذهم من مثلث الضباب. لا، لن أضحي بسفينتي. حتى إن ذهبت للوالي نفسه. نعم، الوالي. ومن قال لهم أن يذهبوا إلى هناك؟ كن أنت شجاعا ولا تتهرب من مسؤوليتك. خذ، سينير لك بالداخل. أيها القبطان، أنا سندباد، أنا هنا. فجأة تعال مخلوق غريب يعرف عن نفسه. قبل تطلع الشمس عشان تنقذ سندباد. اعكسوا الأشعة، هيا يا رجال. وأنقذ سندباد أصحابه وأنقذ نفسه. وين أي بادي؟ أعطيتك يا روح شوفها بالصالة. دورت بالصالة ما لقيتها، وين خاشة؟ يا ربك أعطيتك يا روح شوفها بالصالة. يا أنت ماما، المرة الثانية ما راح أعطيك شيء، وبروح أصلح المركب، ما بيك تجي وياي. ما أدري شيء على نظرت مهني، لكن ما طالع. نوى ذلك جاهل للوقت. انتبهوا، شو علمونكم من المدرسة هيبة؟ يدي ليش تعيب على عمي سنتني؟ أنا ما أقول لك شيء، أنا بس أسألك يعني شنو المادة صعبة عليك؟ كل مواد أحبها، وفي بنات بخامس يأذوني بعد. يا ذولش ليش يا باي؟ ما أدري، إحنا بالفرصة كنا قاعدين نلعب، وبعدين الدنيا بونا طقونا. أفا هم أكبر منكم؟ هم ما يعرفونكم عدل؟ عدل. كد ما يعرفونكم، لا يعرفونكم، كان تعبوكم تفهمتم أنت وياهم. وين سلامك؟ ما أدري وينه. ها أقول لك وين سلامك؟ السلام عليكم. السلام. عليكم السلام، عليكم السلام. وينك في يبا؟ تو إحنا بطاريك. إذا سألك كنت في الخيمة. ها؟ كنت بالخيمة تدرس؟ يدي ليش تصير عن دراسة؟ احنا بإجازة الحين، احنا بنستانس. يدي شيل في راس موال دراسة، حد حدم البلايستيشن. انت شكم نطلب رأيك. زين 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 زين، هدوا على أمكم، على أمكم اليوم صارين النار. ها ها ما علي، خلنا نقص قصة الحبيب السندباد، يمكن تضخون شوية. يا ودي الكتاب عندك. وين وصلنا احنا؟ وفى الوالي بعهده وأمر بناء ورشة وقصر للسندباد، وذاع صيته في أرجاء المملكة.
يوم النعاد من قلب الضباب. وبعد ما انهى العمال عاد سندباد حق ورشته علشان يكمل حلمه ويحققه. نعم نعم فعلتها، لقد فعلتها. كل شيء أصبح جاهزاً الآن، لم يعد هناك سبب آخر للانتظار. حانت اللحظة، إنني مستعد. في أجواء تشبه الماضي بسوق بغداد، الخضروات الطازجة، الباعة يتبدلون يتغيرون لكن الغرض واحد، الخضروات الطازجة، البيع وكسب المال للعيش. زحام ما لا آخر ولا أول، وأيام تتكرر بدون ملل، وبضائع ما تنقص. ها، ماذا كنت تقول؟ كنت أخبرك أننا بتنا أصدقاء مع طائر الرخ كما تعلم، وكنت أرغب في العودة إليهم وأرغب برفقتك. أترمي نفسك في التهلكة وتريدوني أن أسبقك؟ حاول سندباد إقناعه بكل الطرق، والكل منا له وسيلته اللي تنجح دائما. هم أغروه بأحضار الماس مثل ما فعلوا من قبل. ما شاء الله عليك يا منيرة، خلصتي كل الدرابيل؟ باقي آخر لقمة تبيها؟ هني وعافية، باكر أجيب لك من الجمعية. يا الدسين، شلون سندباد بيرجع عرض طار الرخ؟ ما يحسب خطره؟ وشلون بيقنع طار الرخ إنه ياخذ ريشة؟ هو الخطورة مو في إنه بيروح حق طائر الرخ، لا، لأن طائر الرخ يعرفه، صديقة ورفيجة ويثق فيه. لكن الخطورة تكمن وين فيه؟ في الطريق اللي بيروح فيه. الطريق فيه مغامرات؟ الطريق فيه مغامرات، وفي شغلات ثانية بعد، فيه مخاطر. بسبب استعجاله راح سندباد بسفينة الطائرة اللي ما انتهت بعد علشان يجيب ريش طائر الرخ. هل أعجبتك سفينتي؟ نعم كثيراً، ولكن لا أظنها ستتحمل الكثير من الألماس. لماذا سمكها رفيع هكذا؟ أستغلك بعضهم؟ لا، فقط أردتها أن تطير، وبالتأكيد لن تطير إن كانت ثقيلة، فبنيتها بنفسي بمواصفاتي الخاصة. تطير؟ نعم تطير. سندباد ما كان يدري إنه كان يبحر فوق مدينة منفصلة عن العالم، كانت تعيش فيها مخلوقات ثانية عملاقة، كبيرهم له قصر عظيم يختار حراسة بكل عناية. هي مدينة ما تزورها الشمس، مدينة الغيلان. لماذا تأخرت كبيرتنا عن هذا الاجتماع هكذا؟ ليس هذا معتاداً. فلتسمعني جيداً إذن، لا خروج لك اليوم من حجرتك حتى تعود إلى صوابك، وإن تحدثت مرة أخرى فلن تحبس فقط في حجرتك، بل في مقبرة الغيلان. الولد استمر في تمرده، يعاند وايد وما راح يهدى إلا لما يسوي اللي يبي. الأمر مو صعب عليه، بدأ وتحرك بتسرع بدون لا يفكر في عواقب الأمور، ومع ذلك اختلط شعور الحماسي بالخوف.
كمل طريقه ما تراجع، ولما اقترب وقف متردد. يصارع نفسه اللي انقسمت بين طاعة أمه وإرضاء نفسه. بس ليش الولد قاعد يسوي كذي؟ إيه علشان يشوف الشمس. شو المشكلة؟ ليش هالدرجة مشكلة عند لهم إنه يشوف الشمس؟ وليش ما تطلع لهم الشمس؟ إيه هم يعيشون تحت الأرض، ما حد يقاسم حياتهم هذه، علشان كذي هم حطوا قانون لهم. القانون هذا يعاقب أي واحد يعارض هالشيء. الولد ما حب إنه يكسر هالقوانين، لا أبداً، بس كان عنده حب استطلاع وحس إن هذا شيء عادي اللي يسويه. بس عند أمه لا، وهو خرق القانون. فكان لازم يختار وسواها، لكنه نسى إنه قبل ما يبتدي هني يبتدي من فوق. أول بدت البيبان تبطل وتفك قيودها، كان اللي يراقبه يتابعه في ذهول. سندباد واللي معاه على السفينة استوقفوا أن السفينة ما دعمت أي صخرة من الصخور، لكن منسوب الماي من تحتها يقل لين ما بين رمل البحر وطلعت البوابة. أغيثونا! من قال إن دائما نختار الأوقات الصحيحة؟ وهل إحنا اللي نختار أو القدر؟ هل يعقل هذا؟ ألم تقل إن سفينتك تطير؟ كنا في طريقنا لتحقيق ذلك، ولكن كلاهم بكمل ايش سووا؟ بكمل وطري يا يبا. يدي سهيل، ليش دايما توقف المقطع الغوي؟ تعال تعال، شنو هالصبغ هذا اللي في دينك؟ Thank you.